السلام عليكم، مساء الخير مرة أخرى. إذا أتمنى أن تكونوا قد وفقتم في إنجاز التطبيقات المتعلقة بدرس الفعل الصحيح وأقسامه، والآن نمر إلى تصحيح هذه التطبيقات. إذا كان عندنا التمرين الأول أو النشاط الأول، أحيط الفعل الصحيح مما يأتي: مناعة، عض، أخذ، عاد، نظر، ألف، رمى، وصل، غضب. إذا أول فعل هو منع، لأنه حروفه الأصلية خالية من التضعيف ومن الهمزة ومن حروف العلة. الفعل الثاني هو عض، فعل مضاعف خالي من حروف العلة. ثم أخذ، فعل مهموز، صحيح مهموز. إذا عاد فهو فعل يحتوي على حرف علة، إذا لا نحيط به. ثم نظر، فعل سالم. ألف، رمى، فعل يحتوي على حرف علة، إذا نواصل. ثم وصل أيضا يحتوي على الواو. وغضب، فعل سالم. إذا الأفعال الصحيحة في هذا النشاط هي منع، عض، أخذ، نظر، ألف، غضب. السؤال الثاني: أقرأ الجمل الآتية وأستخرج ما تضمنته من أفعال صحيحة وأبين نوعها. إذا أنا سأكتفي بالتسطير على الفعل وإبراز نوعه. عندنا الجملة الأولى: الفعل هو تعد. إذا أرجعناه إلى أصله في الماضي يعطينا عد، عد بمعنى حسب، ونوعه فهو فعل مضاعف لأنه يحتوي على التضعيف. الجملة الثانية: الفعل هو ذهب، نوعه سالم. الجملة الثالثة: تعتبر الغابات مصدات طبيعية. إذا الفعل هو تعتبر، بعد إرجاعه إلى أصله وحذف حروف الزيادة نجد عبر، وهو فعل سالم. وأخيرا: حجبت الغابة الشمس عن التربة. إذا الفعل هو حجبت، حجب، فهو فعل سالم. بالنسبة للنشاط الثالث سأعطيكم ثلاث أمثلة ويمكنكم القياس على ذلك. إذا المثال الأول: رجع الأب من السوق، الفعل هو رجع. ثم المثال الثاني، عفوا، المثال الثاني هو قرأت سلمى رواية مفيدة، الفعل هو قرأ، فعل مهموز. وأخيرا دق جرس الاستراحة، الفعل هو دق وهو فعل مضاعف. إذا رجع، قرأ، مهموز، ثم دق، فعل مضاعف. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، ولنا لقاء إن شاء الله في دروس أخرى. طاب مساؤكم وإلى اللقاء.